جزيرة جربة تتميز بعدة أسواق متنوعة وعديدة على كل المناطق متاعها. في حمة السوق نلقوا سوق الاثنين، سوق الخميس، وخاصة فما جزء من التجارة المعروفة في حمة السوق وفي الفترة العثمانية أنشأت، اللي هي الفنادق. الفنادق اللي تتميز بها حمة السوق، واللي هي العدد متاعها أكثر من 25 فندق، هي من التأثيرات المعمارية العثمانية في جزيرة جربة، وخاصة نلقوها قريبة للميناء. علاش قريبة للميناء؟ على خاطر كل من يعني التجار اللي يجونا من خارج جزيرة جربة من مدن البحر الأبيض المتوسط كانوا ينزلوا في الميناء متاع جزيرة جربة، اللي هو توا البلاصة اللي معروفة بالبرج غازي مصطفى، كانت يعني قريبة، لازمهم باش ينشئوا مدينة تحتوي التجار وتحتوي السلع متاعهم، اللي هي اسمها قرية الفنادق، ولا الفنادق اللي توا احنا موجودين فيهم. سوق الرباع من منشآت العثمانية، يعني نتحدث على نهاية القرن 17، من أقدم الأسواق في جزيرة جربة وخاصة في حومة السوق. هي عبارة عن محلات مفتوحة، يعني يخدموا كل ما هو صناعات تقليدية، يعني حرف تقليدية، مصوغ، نسيج، تتباع فيه الحوالة، الملاحف، صناعة الكادرون، ولا كما نقولوا احنا لهنا المريول، كل ما هو زاد اللباس اليومي بتاع المرأة، جربية، جبايب، برشا صناعات موجودة فيه، برشا الجلد، عديد يعني من الصناعات التقليدية ولا الحرف التقليدية. أنا حرفة بديت ساعة، أول حاجة تزويق على المحامر، أي حاجة معناتها بالار، فخار، لوح، نزينه ونقده. وبعد زدت طورت نفسي، كونت حاجات أخرين، دخلت في فورماسيون أخرى تكوين، عملت نسيج يدوي اللي هو الكلي، زدت طورت فيه، دخلت فيه ريسيكلاج، عملت برشا حاجات، تدوير الحاجات، الأشياء اللي ما عادش باش نستعملوها باش نلوحوها، أنا استوظفتها حطيتها في الكلمة. وبعد خياطة وتريزة. الحرفة هي متاعي، ماهيش مهنة، معناتها ماهيش خدمة معمل عليها. أنا بديت بغرام، معناتها حرفة بديتها بغرام وحب، كلي بشوية بشوية. بعد وليت كلي غمست فيها، معناتها غرقت فيها، فهمتني؟ كل مرة نزيد حاجة. عملت مشروع اللي هي هذه الحانوت نخدم فيها، معناتها مني نخدم فيها ومني نبيع فيها حاجات نحبهم فريدة عن الناس، مش كيف معناتها. نحب الحاجة اللي نعملها أنا مش كيما الناس اللي عاملينها، ديما نعمل في بحث وحاجات جديدة. معناتها البلاصة هذية ياسر متعلقة بها برشا، خاطر هي حياتي، معناتها وليت نعدي فيها وقت برشا، نخدم فيها، نقعد فيها، معناتها نحبها، استنست بها، فهمتني؟ ما نجمش ما نجيهاش كل يوم. حسنا، أهلا بيك. لاباس؟ الحمد لله. اش عامل؟ صافا؟ ماشية الخدمة؟ الحمد لله. شنو تو بدا عاد موسم العراس وبدا خاصة هذا تو عاد بسكر خرجينا هذا. حانوت خونا هشام بونقرة في قلب قرية الفنادق، ولا في سوق الرباع بجزيرة جربة كما شفناهم وقاعدين نشوفوا فيهم، اللي هي تختص ببيع وحياكة اللباس التقليدي بجزيرة جربة وخاصة حومة السوق، اللي هو يتلبس في الأعراس، في المناسبات، في التراث. تلبس المرأة، عندنا البسكري اللي هو يتصنع بخيط القطن، بسكري كامل، بسكري نص، عندنا زاد الحوالة الحرير اللي هما الأصلي نقولوا لهم مصنوعين بخيط الحرير، تبدأ فيهم عدة ألوان، موجودين بعدة ألوان، وفيهم جدوا فيهم وخرجوا بهم برشا، يعني نقولوا احنا موديلات
باش يواكبوا العصر مع الحولي هذا ولا البسكري تتلبس الخباية ولا سورية في بعض البلايص يقولوا لها هيك، وتحتفل بهم المرأة مع مصوغ مع حولي. أنا يعني مواطنة نعيش في جزيرة جربة، وغادرنا يعني برشا مناطق وعرفنا شنو الفرق بين جربة والمناطق الأخرين. نحس بأمان في العلاقات الاجتماعية غير طبيعية، يعني نحس ديما روحي مرتاحة، ديما ماذا بك ترجع للبلاصة هيك كأنها حاجة تشدك ترتاح، كان فيها ترتاحش معناها ترتاح يعني راحة العقل وراحة الروح.